فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، والباءة أي القدرة على الزواج، فليتزوج. وهذا يدلنا على التأكيد على أداء هذا الفعل، وأن فعله من القربات إلى الله عز وجل. قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. غض البصر أيها الأفاضل، هذه من الأمور التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، فإن الله عز وجل يقول مخاطبا الرجال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم خاطب النساء فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا غض البصر من الأمور التي لها وقع في القلب، ولذا فإن الله عز وجل قرن بين غض البصر وفعل القلب، فقال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وذلك أنك ربما تكون مع صاحبك تمشيان، فلربما نظرت إلى أمر وهو لا يعلم بما تنظر إليه، ولربما استرقت البصر إلى شيء ممنوع وهو يرقبك ولا يدري بما تنظر إليه. ولذا جاء في حديث عند أحمد والحاكم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غض بصره عما حرم الله وهو قادر على النظر ابتغاء ما عند الله عز وجل، أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. وهذه حلاوة الإيمان يقول أهل العلم إن سببها بعد توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، حيث يكون القلب فارغا من التعلق بغيره سبحانه وتعالى، العناية بعبادات السر. ولذا فإن المرء لن يجد عبادة يجد فيها حلاوة الإيمان مثل قيام الليل ومثل الإنفاق في السر. ولذا جاء عند ابن ماجه: ثلاث من فعلهن ذاق حلاوة الإيمان، وذكر منها: وأخرج زكاة ماله ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرب. لأن بذل المال في السر لا يعلم به إلا الله عز وجل، والمال له حلاوة في القلب ومحبة، ومنها غض البصر وهو الانكفاف. وفي هذا الوقت أصبح غض البصر من الأمور السعار، حتى إن المرء ربما يكون في بيته مغلقا عليه بابه ومرخيا عليه ستارة ولا يعلم به في هذا المكان